أهلا بكم متابعي قناة فروم الراكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: انقطاع ليفوثيروكس يهدد صحة عدد من المواطنات والمواطنين بالمغرب. ولن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. من المرتقب أن يؤدي انقطاع دواء ليفوثيروكس المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية إلى تهديد صحة عدد من المواطنات والمواطنين بالمغرب. وبحسب الأحداث، فإن اختفاء دواء ليفوثيروكس المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية من الصيدليات يعود إلى ممارسة البعض للاحتكار وتجميع كمية مهمة من هذا الدواء في إطار مضاربة غير أخلاقية تهدد صحة المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن المخزون الوطني من هذا الدواء كافي لتغطية حاجيات المرضى الذين يحتاجونه، فقط نحتاج إلى تدابير لحماية سوق الأدوية من الأخبار الزائفة والإشاعات. كنتم مع نشرة إخبارية. إلى